بعد ما شفنا مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، واللي من بينها احتفالية دار الكتب والوثائق القومية بيوم المخطوط العربي، واستضافة مصر للاجتماع 48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، وكمان انطلاق منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش واللي هيشارك فيها 27 لاعب مصري. بالنسبة لأهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية هتنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمخطوط العربي. ووزارة الزراعة هتفتتح معرض ومنافذ السلع الغذائية خير مزارعنا لأهالينا بحديقة الأرمان بالجيزة، وده لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعداداً لشهر رمضان المبارك. النهاردة مصر هتستضيف لمدة يومين الاجتماع 48 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية بقصر محمد علي بالمنيل. كمان النهاردة الهيئة العامة لقصور الثقافة هتطلق فعالية جديدة من فعاليات مؤتمر اليوم الواحد للتمكين الثقافي تحت عنوان ذوي الإعاقة بين التأهيل والدمج نحو بيئة آمنة، وده هيكون من خلال قصر ثقافة القناطر الخيرية. لعشاء الرياضة، النهاردة هتنطلق منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للسكواش اللي بتستضيفها المملكة المتحدة خلال الفترة ما بين 28 مارس والحد يوم 3 إبريل اللي جاي. البطولة هيشارك فيها 27 من اللاعبين المصريين.